فعلا مع الكلام اللي يقول فيه رياض جاد. ونرجع نذكر البارح رئيس الجمهورية تحدث على ضرورة مكافحة الإشاعات والأخبار الزائفة، وكان هذا دايغ محور لقاء الرئيس بوزير تكنولوجيات الاتصال سي نزار ناجي، وتحدث على الدور الموكول للوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات، خاصة في ظل هالوضع وهالصفحات وهالإشاعات اللي طالت الناس الكل. احنا نتكلم هنا في أي موضوع توجعوا من الموضوع يهاجمك يتبلى وغيره، مش مشكلة خلي يحكيوا علينا، ولكن كي توصل للتشكيك في مؤسسات الدولة ومحاولة إدخال البث الفتنة والأخبار الزائفة، هل لازم رئيس الجمهورية يستدعي والوزير باش يقول له ألو صباح الخير؟ هذا هو السؤال. هل الدولة التونسية قادرة باش تدافع على روحها وعلى مؤسساتها، وإلا هي عاجزة على ذلك؟ هذا سؤال الكبير. أنت هذيك معناتها احنا شيبهت، هل زاد لازمنا احنا كصحفيين نلفت النظر يا عبيد راهو ثم عندكم صحفيين جواسيس جايينكم من الخارج يعملوا في تحقيقات في تونس ثبتوا أموركم يا ولدي، راهو عندكم جمعيات مخترقة تخلص من البرة باش تضرب الأمن القومي باش تضرب الأمن الاجتماعي والاقتصادي. مستنى هذا الكل يا زينة، هذا مربوط ببعضه. سيد وزير تكنولوجيا الاتصال يا أخي لازم يعيط له سيد الرئيس باش يقول له يا ولدي راهو من المفروض انت تحمي البلاد وصوره البلاد وصوره المؤسسات، من المفروض ليه؟ وكما قال رياش معناتها نعمل على وعي المواطن، تعرفش معناتها معناتها 14 اكتوبر 2020 معناتها توا اللي سيت الوحدات الاباحيه محلوله في تونس والسيد معامل على وعي مواطن، انا هو مواطن اللي عمره 15 سنه اللي عمره 14 سنه لو فما معناتها ياخذوا المعلومه كيف ما هي. لا انا معلومه نحكي لك في حاجات مخطئه، ما عندوش فلتر في مخه باش يفهم غلط. يا زينة نحكي لك في حاجات مخطئه على شبابنا، عندك شبابنا الانترنت محلول من الف الى الياء محلول له، معناتها احنا ملا لا تيي لشنيه تصلح لا تيي، مانيش فاهمه انا نحب نفهم وكيف لا سيكوريتي لشنيه تصلح. ودا حاولنا نتصلوا بهم ما لقينا حتى واحد ينجم يتدخل باش يتفاعل معاهم، ماهوش باش يتدخلوا باش نقول لك والوقت مفتوح ليهم الخط في اي وقت مرحبا. وثما حاجه اخرى، هل سيد الرئيس بلكشي احنا خاطر احنا ديما نقولوا بلكشي سيد الرئيس حارمهم من اخذ القرارات هالوزراء؟ اذا هو حارمهم من اخذ القرارات راهو الوزير اللي يحترم نفسه يستقيل كيف يحرمهم من اخذ القرارات؟ سامحني اذا الوزراء باركونتخ ثم وزراء ياخذوا في قرارات، وهوني ما نعرفش كان عندي الوقت يا زينة هوني ميساج، خلينا نسكروا القوس قبل ما نخش ونرجعوا للحكومة للوزارات والحكومة. احنا انت تعرف قديش عنا اشهرة واحنا نعيطوا واحنا نقولوا لي يا سيد وزير تكنولوجيا الاتصال رد بالك، راهو هذا امن بلاد، راهو الانقلاب نتاع 2014 جابتوا الشبكات الاجتماعية، راهو ثم دي جروب، راهو ثم ناس قاعدين منظمين رواحهم وقاعدين يعملوا في المدخة كاش للشعب التونسي، راهو الانسان البسيط ما نجمش يوزن ما بين الاخبار الصحيح وما بين الاخبار الغالط، وهنا نشوفوا في الاخبار اللي قاعدين يتناقلوها ما بين الصفحات ويصدقوها، وثما كيما قال معناتها ناس السمعه نتاعهم تحت عرضهم معناتها على قارعه الطريق واحنا الحكومه عازه. انا ما نحبش نذكر الاشخاص، تعرف علاش نحب؟ خاطر ديما عندي انا مشكله رياض ماهوش الاشخاص صحيح. كل واحد عنده اجنده يدافع عليه، اللي لبرا واللي لداخل كل واحد عنده برنامج يدافع عليه. انا سؤالي اللي توا يقعد ما تروح، وانا هذيك علاش في كل مره تسالني زينة نقولها مانيش مطمنه ومانيش مامنه على روحي، وانا عايشه في بلاد مانيش عايشه فيها بالامن، علاش؟ خاطر قاعده نشوف في دوله عاجزه على حمايه نفسها. سامحني راك انت دوله عندك كونترانت ارمي، راه عندك جيش عندك بوليس عندك مخابرات، من المفروض عندك مخابرات ولا عاودت بنيتها، عندك وزارات تحمي روحها، عندك مؤسسات تحمي روحها. انت سامحني انت حتى او نيفو دو بروميير مينيستير عندك مئات الجمعيات اللي قاعده تبط بسمومه، انت تحكي بيان سور جمعيات عندها صفحات وجمعيات هذه تبط بسمومه، هل انت كدوله قادره باش تدفع على روحك ولا ليه؟ هذه هي المشكله. احنا وديما نقولوا ثم منظومه قويه برشا داخل الدولة التونسية، المنظومة ما طاحتش، المنظومة تطورت وتأقلمت انت والحكومات وكل شيء والمصالح، لكن المنظومة اللي كانت في وقت بن علي تخدم
في كعبتين وكعبة ولات عصابات من الصفوف الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اللي تكونت في مافيات. احنا عايشين في بلاد تحكم فيها المافيات. بل بالعكس الكلمة اللي جاي في الكواليس وانها استقويت واخذت فرصتها مع الحكومة الحالية. مع الحكومة من 2019 زادت تقويت. علاش؟ على خاطر احنا نعملوا في خطابات لكن استراتيجية واضحة، تخطيط واضح، مخطط واضح، سياسة واضحة، كفاءات. وهوني ان شاء الله على ما يبدو قالك ثم تغيير حكومي، ما نعرفش باش يصير ولا لا، وثم اخبار تقول وان شاء الله اخبار كاذبه تقول باللي السيد رياض رضا المكي وغيره يحضروا في رواحهم للحكومه. يقولوا انا اخضر، انا ما ناكدش، انا نقول هذوما الاخبار سيد رئيس قاعده تتقال، قاعده تقول باللي ثم ناس قرابلك قاعدين ينظموا في حكومة أخرى وقالوا احنا ما حشناش بالكفاءات، وكأنهم هما كفاءات عليا وكل واحد هابط من نزاع والآخر ما نعرف مين هابط. دونك ماذا بينا رجعوا قيمة الكفاءات يا سيد الرئيس. كما قلت لك ما تحبش الكفاءات خوذهم استغلهم لصالح البلاد، راهي البلاد ما عادش تحتمل الرداءات هذه حاجة، ما عادش تحتمل الولاءات. واحنا نتذكروا العائلات شو عملت في تونس، احنا اللي هز تونس ل 2014 والانهيار نظام الحكم هو العائله. نعرفوا طرابلس ايش عملت، ونعرفوا من بعد عائله باجي قاعد تبكي ايش عملت، ونعرفوا شنو صار. دونك ماذا بينا توا نعملوا على كفاءاتنا وعلى خبراتنا لاعاده استرجاع بلادنا، راهي تونس قاعده تهرب منا.